السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم من جديد. سيلعب نادي مانشستر سيتي مباراة مهمة ضد نادي تشيلتنهام ضمن مباريات كأس الاتحاد الانجليزي، حيث سيسعى زملاء النجم الجزائري رياض محرز لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة النتائج الايجابية. اما نادي تشيلتنهام فهدفه الاول هو اقصاء مانشستر سيتي والاطاحة به، حيث ستنقل المباراة عبر قنوات بي ان سبور وسبور تي في وكانال بلي سبور والبي تي في وان على الساعة 6:30 بتوقيت الجزائر. ولقد كشفت صحيفة ذو غارديان عن التشكيلة المتوقعة لنادي مانشستر سيتي ضد نادي تشيلتنهام، وهي ستيفن، كانسيلو، لابورد، غارسيا، زيتشينكو، فرناندينيو، برناردو سيلفا، فيلفودين، رياض محرز، توريس، ودويل. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.